لا لا خلاص اتك هنا هنا واقف انا تشهدك وانت تيجي هنا لا 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 انا املك صدر المجلس يلا بس وقت السالفه انت ايش بك منفس مني انت من هنا مو كويس من ناحيتي الله يغليك الله يغليك عارف انا هو جالس هنا وانا هناك يطول لي من فوق النظاره كده ما البس النظاره لتوي طيب حبايب في عندنا موضوع لما نتكلم فيه كلنا موضوع الوظائف او زياده الدخل بالنسبه في جلسات كثير لما نكون مع شباب او لما نكون في تجمعات بنسمع الشباب اللي يقول لك مثلا يا انه يقول لك ما في وظائف يا انه يقول لك المدخول او الراتب اللي انا اتقاضاه ما يكفي انا في عندي وجهه نظر في هذا الموضوع وممكن في كثير يعارضوني بس اسمعوا كلامي للنهايه وان شاء الله ما بيقتنعوا طبعا احنا عارفين انه كل شيء باراده الله والارزاق هذه مقسمها رب العالمين سبحانه ما هي بالتساوي يعني كل واحد ربنا رزقه مثلا بالصحة ونقص معاه المال في ناس ربنا أعطاهم المال ونقص منهم الصحة في ناس ربي مثلا رزقهم بالمال وبالصحة وما رزقهم بالذرية وهكذا طبعا يقولك سبحان دائما نسمع سبحان موزع الأرزاق صح لأنه هذا رزق من رب العالمين صح بس مو معناته أنه إحنا إذا آمنا أو اعتقدنا أنه خلاص ربي كاتب لي مثلا رزق معين أنه أنا مثلا أجلس وأنتظره لا إحنا نسعى ونقول يا رب وربنا إن شاء الله إنه بيكرمنا صح بنسمع شباب كثير يقول مثلا ما في وظائف طبعا حكاية الوظائف وحكاية تنوع الوظائف وحكاية قلة الوظائف هذه موجودة في كل دول العالم وفي كل الأزمان حتى لو نرجع لزمن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء رجل سأل الرسول فأعطاه فاس وقال له روح حطي بعد في معنى الكلام أو الحديث معناته إنه حكاية مثلا قلة الوظائف أو حكاية البطالة أو أي شيء هذا موجود على مر العصور ما يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه له طريقة لزيادة دخله اقترح عليه قال له خذ هذا فاس وروح احتطي فهمت ما قال له مثلا ما في وظائف ولا أو رد عليه الرجل قال له الوظيفة هذه ما تناسبني فبنلاقي إنه في بعض الشباب يقول لك ما في وظائف لا هو في وظائف بس ما في الوظائف اللي احنا نبغاها الله كلام سليم هذا الكلام فتيجي بعض الشباب مثلا متعود يبغى مثلا اداري طب لو كل الشباب بيصير اداري مين اللي حيشتغل مهني مين يشتغل في الميدان مين حيشتغل في الميدان صح. مين اللي حيشتغل فني فهي تنوع سبحان الله يعني لو ناخذها بالمثل الشعبي لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع صح وهنا لولا اختلاف التنوع الوظائف كيف ما صار في شغل يعني صح. لو كل الناس تبغى تصير مدراء طب مين حيشتغل بيده مين حيصير كان كلنا صرنا مدراء على بعض كذا طيب كلام سري الواحد يعني يسوي اي حاجه تدخل فلوس يعني عندك يعني مثلا بعض التطبيقات هذه اللي منتشره دقيقة عشان اذا ننتقل سليمين المبدا الاول ان الوظائف موجوده بس انت يعني عارف الوظائف اللي احنا نبغاها مزبوط طيب هذا الشيء ثاني اقول لك احنا عندي انا عندي شهاده معليش انت ليه تحطني في المكان ذا هذا حنتكلم فيها الحين اي والان انت انتقلت الان للدخل صح اي بتدخل في الوظائف فرص الرزق اللي مطروحه فرص الرزق هذه ممكن تكون لواحد عاطل وممكن تكون لواحد اصلا عنده وظيفه بس دخله محدود يبي يزيد دخله زياده الدخل او انك انت تبتكر وظيفه لنفسك مو شرط انها هي تكون وظيفه في شركه او وظيفه في محل انت ممكن تكون انت الموظف وانت المدير ما نقول ما في شيء اسمه في الشغل اسمه عيب خلاص انتهى ذا الزمن راح الان ارض الميدان على ارض الميدان الان زمن الميدان تنزل تشتغل حيجي يسالني مثلا واحد الان يقول لي انت هل ترضى تشتغل زي كده ايوه ارضى ايوه ارضى ليش لانه اذا جلست انا في البيت انتظر يجيني زياده الدخل ما حد يجيك ما في احد يدق باب بيتك يقول لك خذ هذه كل شهر 10,000 ما في تنزل تشتغل اي حاجه يعني انت بتشوف الان صاروا الشباب يبيعوا شاي الجمر هذه لو نرجع قبل 5 سنوات مستحيل تلاقي مثلا شاب ينزل يبيع شاي لكن لما شافوا انه فيها دخل انت تدري انه بسطات الشاي هذه بتدخل راتب يكون اعلى من راتب مهندس ما شاء الله الله رزقهم رزقهم انت تستهين بيها ترى الكاسه بريالين وبثلاثه خصوصا في المواسم تلاقي نهايه الشهر مدخل 14 15000 وبست
اي وبستة ريال. ها وبستة ريال الان جايبين احجام الكاسات. أي؟ جايبين حجمين، جايبين حجم كبير بستة ريال. غير النكهات يعني الحليب وال... في شباب يقول احنا ما احنا محتاجين اصلا. ايش؟ يعني خرجوا عشان الثقافة بس. يقول انا طفشان جالس في البيت بس انا محتاج فلوس. الفلوس ترى لها ما في واحد يقول لك انا ماني محتاج فلوس. حتى لو كنت راتبك عالي زياده الخير خيرين الله رازقه، بس يقول لك انا اخرج كذا بس طفشان يعني كحب للعمل. في هذا حلو يعني ايجابي. تطبيقات التوصيل للطلبات، توصيل المنازل، هذه هذه فكره حلوه الان اجتاحت السوق عندنا هنا في السعوديه. في بعض الحالات انا شاهدتها يقول لك يشتغل ساعتين في اليوم على التطبيق حق التوصيل ده ونهايه الشهر بيدخل لا يقل عن 8-10 ألف بس بيشتغل ساعتين يوميا او بيشتغل ويك اند وقت ما يكون فاضي. فاضي بس يمكن في مناطق محدده صح؟ شوف هي هذه هي الافكار كثيره، الافكار كثيره يعني مثلا الشاي على الجمر بنشوفه مثلا في الهدى وعلى الكورنيش بس. لا لا في كل مكان. لا لا يعني اللي بكثره يعني نشوفه اكثر شيء في الهدى وعلى الكورنيش بدات تنتشر تلاقيها الان في الملاهي في الاسواق. معناته انه الـ الـ العمل ما له زمان او مكان. العمل ما له زمان او مكان. تدري عمده والكلام للجميع الشاورما كلنا ناكل شاورما واكله مفضله ولذيذه عند الناس. طبعا اكل الشاورما يبدا من بعد العصر الى الفجر. حلو دائما الناس تاكل وقتها. كم تتوقعون كيلو يشيل الصيخ حق الشاورما بالذات الشاورما اللي هي الفحم؟ ممكن 20 20 لا اكثر ولا اقل؟ اكثر من 20 اكثر قربت ما شاء الله 60 قربت 60 60 كيلو ما شاء الله. اللهم صل على سيدنا. كم قيمه كم قيمتها التكلفه الصيخ هذا كم تكلفته بالريال؟ قاعد اتكلم عن ارقام حقائق يعني. دجاج هذا ولا لحم؟ ايش دخل شاورما لحم؟ ترى عاده في احمد قليل قليل. عاده اللحم الناس دائما ياخذ عن اللحم انه لا لا اللحم ما يبغون اللحم الناس. دجاج اتكلم عن دجاج تمام. 60 كيلو شيل الصيخ، الصيخ قيمته 600 ريال وكم تبيعه؟ 4 ريال اضعف شيء. لا لا بكم الصيخ قيمته كامله؟ من 4000 الى 4500 ريال قيمه الصيخ. قيمه الصيخ الكامل العامل يبيع في اليوم 3 صياخ اقل شيء، خليه صيخين 15000 في اليوم. صيخين في اليوم يبيع 9000 9000 ريال يوميا. اضرب 9 في 10 والله مبلغ. كيف حالك؟ حياك الله في مطعم خاوس سنان ان شاء الله بعد البرنامج. طيب واحد يقول انت طبعا شوف يا جماعه الخير انا اديك نتكلم معلومات، نتكلم معلومات وامور احنا مسؤول يعني كيف نقول كلام ما احنا قاعدين نخلق كلام مسؤولين. صحيح المحل تكلفه المحل يا جماعه الخير بكل شيء 50000 ريال كل شيء. اذا بتدلع المحل ارفع ال 100000 ريال زيد صيخين وزيد. واللي ما عنده اللي ما عنده راس مال انه يفك مطعم الان الاسره ممكن تشتغلين من البيت من غير ايجار من غير ولا شيء. يعني تقدر انت تبتكر مشروعك من غير راس مال او براس مال قليل. في عده طرق الراس المال. واحد ما عنده 50000 كيف يجيب ال 50000؟ شراكات. يجي الزملاء اللي تعال يجي لاخواته عماته 5000 5 اسهم سوى له 5 اقارب يعني او دور لك شريك. افتح المحل قيمته نتكلم عن الشاورما تمام قيمه المحل 50000 حطيت الصيخ بيت صيخ في اليوم يا اخي صيخ واحد بس في اليوم ب 4500 10 ايام 45000 كيف حالك انت وياه؟ واذا قلنا في الخطوه الاولى في الخطوه الاولى تكون من المنزل. انت عارف الان الاسر المنتجه الله يرزقهم ان شاء الله ويوفقهم امين يا رب. غير انه هو بتبيع من البيت بتفتح رزق لشخص اخر اللي يوصل التوصيل صح. صح لانه غالبيتنا ما يبي يروح يستلم الطلب بنفسه يقوم يجي له مندوب. انت لما يقول لك المندوب زيد 10 ريال و 15 ريال انت حتدفع. فهمت علي؟ فهذا مشروعين في مشروع توصيل طلبات صح وتجهيز اكل. الاسره المنتجه بعد شهر شهرين ثلاثه اربع ستة شهور حتكون لها راس مال وتقدر تفتح مطعم. وبالمناسبه دام نتكلم عن الاسره المنتجه عيد المعلومه الاول قلتها في معلومه وفي عتب. المعلومه الاولى على الاسره المنتجه ان الله يحييهم بكره في اي وقت يتواصلون مع المعد ونجيب الاكل، لكن في عتب على الاسره المنتجه. النظافه الشهاده لله نظيفين ومرتبين، بس احيانا الاسعار تزيد شوي. هذه النقطه اللي بغيت اتكلم فيها صحيح. لدرجه الان صاحب المحل جايب عمال شوف جايب عمال وفيز وكل شيء ويبيع الصحن مثلا ب 5 ريال، هم يبيعون الحين ب 15. هذه نقطه بس هم شغل بيت اول شيء. طيب انا هذه النقطه حقت شغل بيت هذه
يعني انا من وجهه نظري انها بتستخدم ضدنا او في صالحهم. يعني انا اوكي انا حادعم الاسره المنتجه، انا اتكلم عن رايي الشخصي، انا احب ادعم الاسره المنتجه ان كان في شراء او في اعلان، ولكن لا تجيني اسره منتجه تستغل التعاطف هذا. لانه في بعض الاسره المنتجه زي ما تفضل استاذ ابو فزاع بيبالغوا في الاسعار، فاحنا كمان مو عشان بندعم او بنسوق للاسره المنتجه يقوم هم يستغلوا الوضع ده، لان هي ممكن تبيع اسبوع اسبوعين شهر شهرين بعد كده حتقل مبيعاتها حتى لو كان الشغل نظيف صح ولذيذ صح، حتى لو كان الشغل لانه هي ما عندها لا ايجار. طبعا هذا الموضوع ما هو حسد، بس احنا بنتكلم منطقيا عشان تستمر في المبيعات، لانه يقول لك قليل دائم خير من كثير منقطع. مضبوط كلام صحيح. فهي الاسره المنتجه لازم توزن السعر، هي ما عندها لا ايجار محل ولا عندها ممكن عندها شغالة تساعدها، يعني ما عندها الا اجرة العاملة او العامل اللي بيساعد او بيوصل، غالبا كمان حتى التوصيل بياخد حقه اضافي. براه. فنكون نكون في الاسعار منطقيين عشان يستمر المشروع صحيح. واذا ربي اكرمهم وسووا محل بعد كده ممكن تتغير الاسعار بموجب ايجار المحل، بموجب عدد العمالة، بموجب الديكور، بعدين عندهم اكثر من سبب يقدروا يرفع في الاسعار. طيب يا عمدة رتب الموضوع، لان احنا تقريبا خلصنا، رتب الموضوع عشان احنا برضه نستفيد. اول نقطة انه ما في شيء اسمه ما في وظائف، هذه انا مؤمن بها، وان شاء الله اي واحد كذا يقعد يركز فيها يلاقوا بالفعل لا في وظائف، بس زي ما قلنا ما في الوظائف اللي احنا نبغاها. حلو. الشيء الثاني انه حتى لو كان عندنا وظيفة او كان ما عندنا وظيفه، في اي نبتكر وظيفه لنفسنا على اساس انه احنا نزيد بالمجروح. الدخل خلاص، حتى لو كان عندنا وظيفه انت تكون صاحب المشروع وانت الموظف وانت المدير، كذا حيكون عندك راس مال اقل ومدخول اعلى. مظبوط. حلو. بالنسبه لل يعني انت موضوعك هذا طرحته قبل وجالها ردات فعل، ولا انت الان اعدادك اليوم؟ لا انا قبل كذا طرحت الموضوع هذا وجاتني قصص نجاح من بعد طرح الموضوع. الله. لانه في ناس كان يعني شوف احنا صراحه احنا شعب مره طيب بامانه، شعب عاطفي، شعب يتاثر بالاحوال الخارجيه، يعني ممكن انت تكون جالس مع شباب هو يكون ما في احد وصل له الرساله هذه، فممكن بالكلام هذا تفتح عينه او مخه على حاجه هو ما كان